ازيكم يا شباب؟ تكمله لسلسله الرعب اللي بداناها النهارده بناء على اقتراحاتكم هنحكي قصه دارك هولد ايرون مان، واحده من القصص المرعبه لايرون مان شخصيا ومن عالم دارك هولد، نفس العالم اللي كان فيه دارك هولد سبايدر مان اللي حكينا قصته الفيديو اللي فات. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك لان اللايك بيدعم وبيساعد جدا، تعمل سبسكرايب لو لسه اول مره في القناه، وتعمل فولو على الانستا لو حبيت الحلقه وحابب المحتوى. ويلا بينا. الهوس. الهوس هو عندما يكون الإنسان متشبع بفكرة معينة تلاحقه طوال الوقت، فكرة تبدو لا منطقية ولكنه لا يستطيع التخلص منها. تخيل أن تجمع الهوس مع العبقرية، يا ترى إيه اللي ممكن يحصل؟ قصتنا بتبتدي في برج ستارك في مدينة نيويورك. بيبر بتحكي وبتقول: أنا فيرجينيا بوتس، عندي 31 سنة ومن أهم العلماء في شركة ستارك، بس اللي ما تعرفوش عني اني بحب رئيسي في سرية. بنشوفها هي وهابي بيقتحموا غرفة مظلمة، وهابي مطلع مسدسه في حالة وجود اي متطفل. بيسمعوا صوت كحة من ركن مظلم، بيتجهوا ناحية الصوت وبيشوفوا توني ستارك ملقي على الارض في بدلته وعيونه جحظة وملتهبة بطريقة مرعبة. ايرون مان بيصرخ بصوت خافت: بيبر انقذيني. بيبر بتكمل: انا بسمح له انه يناديني ببيبر، هو الوحيد اللي بيدلعني بالاسم ده. على اي حال هي دي قصة وفاتي. الغرفة بتنور وبنشوف خرطوم سميك متوصل في نص البدلة، وبيبر بتصيح في هابي في فزع ان توني جوه البدلة وانها محتاجة مساعدته في انهم يطلعوه منها. توني بينادي باسم بيبر بصعوبة وضعف. بنشوف بيبر وهابي بيفكوا البدلة عن جسم توني. توني بيتألم، بيحذرهم انهم يشيلوا درع الصدر لانها الحاجة الوحيدة اللي منع الشظايا من انها تقطع قلبه، الآلة هي اللي مخلياه على قيد الحياة. بيتجه بعدها على الكمبيوتر بدون تضييع اي وقت وبيبدأ يعدل على البدلة. بيبر بتصيح فيه انه لازم يرتاح بعد كل اللي مر فيه من لحظة الاختطاف. توني بيتجاهلها وبيقول: انا اقدر اعدل عليها، اقدر اخليها اكتر من مجرد سلاح. وبيكمل بغروره المعتاد: انا قدرت اعمل قطعة الخردة المبهرة دي في كهف، تخيلوا انا اقدر اعمل ايه بالامكانيات اللي معايا هنا. توني بيطلب من هابي وبيبر انهم يمشوا لانه محتاج يركز في اختراعه الجديد، الاختراع اللي هينقذ العالم. جارفيز وهابي بيغادروا، ولكن بيبر بتفضل تبحث وتدور عشان تقدر تساعد توني في اختراعه. بتقضي الليل كله بتفكر في حبيبها توني ستارك، ازاي تنقذه لدرجة انها بتنام من الارهاق بدون ما تحس. توني بيدخل وبيصحيها وهو لابس البدلة تاني. بيبر بتقول في تعجب: انت ليه لابس البدلة دي؟ توني بيقول بفخر: المجددات الجلدية مش هتشتغل غير لما تتلبس. بيقلع الخوذة وبيبر بتحط ايديها وبتلمس وشه، وعلى وشها ملامح التعجب، كل الجروح والندبات اتشفت واختفت من وشه. توني بيقول: لو البدلة اشتغلت بالكفاءة اللي انا متخيلها هتكون هي المستقبل، تخيلي مستشفى متحركة معاكي في اي مكان في الكوكب، قادرة على التواصل مع موجات المخ وعلاج اي نوع من الامراض، الكسور، اي نوع من انواع الفشل العضوي، حرفيا اي خلل في الجسم. بيبر بترد في تعجب وانبهار: اللي بتقوله ده مبهر يا توني، طفرة في عالم التكنولوجيا، احنا نقدر نغير العالم. توني بيرفع ايده وبيقول ان كان فيها 3 كسور مختلفة، وبيخلع البدلة عشان يشوف النتيجة. بيبر بتساعده وبتسحب القفاز وبيطلع معاها بكل سهولة وبدون عناء، ولكن في مادة مقززة بيضاء بتخرج معاه. وهنا بنشوف دراع توني في حالة بشعة، الجلد منزوع من الدراع بالكامل وشكل ايده مفزع. توني بيتفزع، مش بيتخيل منظر ايديه، بينهار كليا وبيقع على الارض من الفزع. هابي وجارفيز بيقتحموا الغرفة على صياح توني وبيحاولوا يثبتوه عشان بيبر تقدر تلبسه القفاز من تاني. بيثبتوه كلهم. في اقل من دقيقة توني بيرجع لطبيعته تاني اكنه اخد اقوى انواع المسكنات. بيقف على رجليه بمساعدة جارفيز وهابي، هوسه بيزداد، بيقول بدون مقدمات: بعض التعديلات ضرورية. بيتجه للكمبيوتر بمساعدة هابي. هابي بيحاول يفهمه خطورة الوضع، بيقنعه بالتوقف وبيردد ان الشيء ده اكل جسمه. توني بيقوله انه فاهم العطل فين، هو فكر ولقى ان جسم الانسان ضعيف وهش فقرر يبدله بجلد حديدي. بيكمل بهوس: ما تقلقوش، انا اقدر اصلحها، اقدر اخليها ترجع الجلد البشري اللي اخدته من تاني، ساعدوني في خلع باقي القطع عن جسمي، الذراع الشمال هو بس اللي فيه مشكلة. بيبر بتقلعه البدلة وبتقوله انا درست تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة وهتقدر تساعده. توني بيبصلها وبيردد في حب: اتنين من ألمع العقول في العالم بيشتغلوا مع بعض لحل نفس المشكلة، النتيجة هتكون مبهرة. بيقول جارفيز وهابي انهم يجهزوا خطوط الانتاج. بيبر وتوني بيقعدوا وقتهم بالكامل مع بعض. بيبر بتكتحها سعادة عارمة وبتتأكد من حبها لتوني، وتوني بيبدي اعجابه بيها هي كمان وبيعترف لها بحاجة عمره ما قالها لحد قبل كده. توني بيقول بحزن وحسرة:
انا ادركت حاجة مهمة جدا وانا محبوس، وهي اني مش حابب الشخص اللي انا عليه. انا توقعت اني هموت جوه الكهف ده، وكل اللي كنت بفكر فيه النعي اللي هيتكتب عني، كل اللي هيتكتب اني كنت مصنع اسلحة، بياع الموت. حسيت ان ده مش عدل لاني ما قتلتش حد فعليا، ومع ذلك العالم لن يرحمني، سأصبح قاتل في اعينهم يا بيبر. بعديها اتممت صناعة البدلة وقتلت كل الرجالة اللي احتجزوني، وهنا بيبدأ يبكي بحرقة وبيكمل: بقيت القاتل اللي اتهموني بيه طول عمري. بيبر بترتب على كتفه بتحاول تهديه، عيونه الجاحظتين باين انه في حالة من الجنون، جنون واضح، ولكنها بتحاول تكذب نفسها. توني بيكمل: انا اقدر ابرر اللي قتلتهم في الكهف، انا عايز العالم يعرفني على اني البطل اللي انقذ الضعيف لما الكل تجاهله، والبدلة دي هي الحاجة الوحيدة اللي هتوصلني لده. دي اول خطوات الخلاص لستارك الشركة وستارك الشخص. بيبدأ يوم بيقرب من بيبر، بيلمس وشها في حنية وبيكمل لها: انا استوعبت في الكهف اني كنت بعيد الناس اللي بيحبوني عني، ادركت اهميتهم لما كنت وحيد. بيقرب اكتر منها، وهنا بيحضنها وبيقبلها بشغف. بيبر بتحس بالسعادة ولكنها بتخاف، بتبعد نفسها عن توني برفق وبتقول له: هيكون في كتير من الوقت، لكن دلوقتي احنا محتاجين ننتزع البدلة دي عن ايدك وصدرك. توني بيقول في موافقة: نعم يا سيدتي. بيمر بعض الوقت وهم منغمسين في العمل، بيبر مش بتقدر تقاوم من التعب وبتستريح لبعض الوقت. بعد ساعات قليلة جارفيس بيدخل عليهم ومعاه الفطار، بيبص هو وبيبر على توني في نفس الوقت وبيتفزعوا من شكله. بنشوف توني لابس البدلة كاملة والمادة البيضاء بتخرج من جسمه بالكامل. توني بيقول من داخل البدلة: في ايه يا بيبر؟ ايه المشكلة؟ بيبر بتصيح: البدلة يا توني، لبستها تاني ليه؟ توني بيرد في تعجب: انا لابس البدلة؟ انا فاكر ان دراعي بطل يوجعني، بعدها باقي جسمي بدأ يوجعني، انا حسيت اني لبستها بس مش فاكر انا عملت ده امتى. بيبر بتتصدم، بتشوف الاحصائيات على الكمبيوتر وتقول لتوني في فزع ان جلده كله اختفى، تحلل بالكامل، هو والبدلة بقوا جزء واحد، ولو خلعها ممكن يعاني من ألم مستمر. بتقرب منه في خوف وبتقول: احنا مش هنقدر نشيل البدلة دلوقتي لانك هتموت. توني بيبصلها ببرود وبيقول لها: بس انا مش عايز اقلع البدلة يا بيبر، انا مبسوط اني جواها، انا اخيرا اتحررت. بيبر بتتفزع من كلامه، بعدها بيكمل: بما ان البدلة هي الحاجة الوحيدة اللي مخلياني على قيد الحياة دلوقتي، فممكن خليني لابسها في الوقت الحالي لو ده مش هيفرق معاكي في حاجة. بيتجه للكمبيوتر من تاني، بيقول انا اقدر اصلح ده. بعدها بيردد انه محتاج ياكل، بس لازم تكون حاجة على هيئة مشروب. بيبر وجارفيس بيتجهوا للمعمل عشان يجهزوا الوجبة لتوني. اول ما بيرجعوا بيتفاجئوا ان توني بيفعل بروتوكول العزلة وبيعزل نفسه داخل الغرفة ومفيش حد بيقدر يوصله. هنا توني بيبصلها من ورا المراية، المادة البيضاء بتخليه فاقد توازنه، بتلعب بجيناته وحمضه النووي، اكلت جلده بالكامل واتلفت اعصابه. بيردد في ضعف: انا حاسس اني مش متحكم في نفسي، محتاج اخد دقيقة اجمع فيها شتات نفسي. بيبر بتصرخ وهي بتحاول تحافظ على رباطة جأشها، بتحاول تفضل متماسكة قدام حبيبها وبتردد: انا هعمل فحص كامل ليك، انا بجانبك هنا يا توني. بنشوف على الشاشة ان كل جلد توني اختفى، جمجمته بقت على العظم بشكل مباشر وفي اسلاك في كل مخه. بيبر بتقول انه كده مش هيقدر يقلع البدلة تاني. بتقرب من الزجاج وهي بتبكي، توني هادي بشكل مريب كأنه تقبل المصيره. بعد لحظات من الصمت توني بيقول بحسرة: ده احسن بالنسبة لي. بيحاول يخفف عنها وبيردد ان جمجمته الحديدية احسن، اقوى، اامن، انه لازم يكمل، مش هينفع يتوقف دلوقتي. بيبر بتصيح، بتصرخ لتوني يتوقف، ولكنه بيتجه للكمبيوتر الرئيسي في عجز: توني لا. بيبر بتنادي عليه في يأس وعينيها مليانة بالدموع. توني بيقف أمام عدد من الكمبيوترات وبيقول إنه لازم يصلح اللي عمله. بيدخل البرج كله في حالة إغلاق عامة ومفيش حد يقدر يتواصل معاه، كل اللي يقدروا يعملوه إنهم ينتظروا. توني بيبدأ يتكلم بعد ما جنونه بلغ أقصاه والبدلة سيطرت عليه بالكامل: جسم الإنسان معيوب، ناقص من الشعر حتى الأصابع، العظام بتتحطم، الأعضاء بتفشل، احنا متعايشين معاه عشان ما نعرفش حاجة تانية غيره، بس أنا أقدر أعمل أحسن. بنشوف الزجاج بيتفتح، جارفيس وهابي بيندفعوا للمعمل، وبيبر بتتجمد في مكانها من كلام توني الصادم. الزجاج بيقفل عليهم، وهنا توني فجأة بيسحب الأكسجين من الغرفة وبيضخ ثاني أكسيد الكربون اللي بيملى الغرفة بالكامل. بيبص لهابي وجارفيس وهم بيتخنقوا دون حركة، كأنه بيتلذذ بمعاناتهم وبيسيبهم يموتوا بالبطيء.
لا حول لهم ولا قوة. بعد ما بيلفظوا أنفسهم الأخيرة، توني بيبدأ يسحب جثة جارفيس وهابي بدون أي إحساس أو خوف، وبياخدهم وبيدفعهم هما الاتنين مع بعض داخل بدلة واحدة. وهنا بنسمع صوت العظام بتتكسر. بيبقى كل ده بتشوف اللي بيعمله من الكاميرات، بتشوف البدلة اللي جواها جارفيس وهابي بدأت تتحرك واختفت في الظلام خلف توني. بيبر بتبص على الشاشة بعجز وقلة حيلة. بعديها الإغلاق التام بيختفي، وبتقول في نفسها ألمع عقل في الكوكب كان معاه ليلة كاملة يعمل فيها اللي هو عايزه بمساعدة أقوى التقنيات في العالم، واللي عمله كانت مصيبة دمرت حياتنا بالكامل. بتتجه نحو زجاج المبنى وبتشوف الروبوتات خرجت من برج ستارك وبدأت تدعو الناس انهم يدخلوا جوه البدل. بتردد وبتقول للناس ان عمرهم ما هيتعبوا او هيحصل لهم اي حاجة مضرة ليهم، اجسامهم هتكون من الحديد. بيبر بترمي كرسي على الزجاج، بتطلع وبتصيح، بتحاول تحذر الناس من البدل ولكن الناس بتتسابق عليها بدون تردد. بيبر بتستوعب ان صراخها ملوش لازمة، الناس بتقطع بعضها على البدلة. بيبدأوا يخشوا في حالة من الصرع والفوضى، كل ما حد فيهم بيخش بنسمع صوت عظامه بتتحطم بالكامل وجلده بيدوب من على لحمه، بيتحول لنسخة من توني. بيبر بتحط ايديها على ودنها من صياح الناس، ولكن في خلال وقت قصير الصياح بينتهي. بنشوف توني ببدلته بيقترب منها وبيحط ايده على كتفها، بيناديها باسم مفيش غيره بيناديها بيه، الاسم الخارج من فم الراجل اللي انا حبيته. توني بيقرب منها، بيرفعها من على الارض وبيردد ما تقلقيش انا هصلح كل حاجة، انا هخليكي نسخة مثالية من نفسك، هتفضلي معايا للابد. بيمسك ايديها وبياخدها للبدلة بتاعتها وهي بتعيط في حالة من الانهيار والاستسلام الكامل، لانها عارفة المصير اللي منتظرها. في اللحظات الاخيرة داخل بدلتها في الظلام ووسط صراخها والعذاب اللي بتمر بيه، بتبص على توني لاخر مرة وبنشوف لحمه خارج من كل جزء من بدلته بشكل مقزز كأنه ما بقاش واحد من البشر. عاش كإنسان ومات كالوحش قبل أن يبدأ رحلته كبطل، ولكن هذا هو المصير الطبيعي لكل ما هو نقي في هذا العالم المظلم. وتنتهي القصة على كده يا اخوانا. أتمنى تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك لأن اللايك بيدعم وبيساعد جدا، تعملوا سبسكرايب لو لسه أول مرة في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات لو حابين الحلقة وحبيتوا المحتوى.